بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في نقطة هنا حبيت أوضحها لك إضافية. صحيح أنه هذه الأشياء تم توريدها بشكل تلقائي، لكن ممكن توفر عليك مرحلة تعليمية كبيرة. كيف؟ الآن لو جيت أنا، خليني أضغط هنا وأقول له Close All Documents. خلينا نجي هنا للفيو ونجي للسوليوشن اكسبلورر. لاحظ هنا هو ولد لك اللي هي، خلينا نجي للكنترولرز، ولد لنا هذا بشكل تلقائي. طيب اقفل، كيف اتعلم او كيف استفيد؟ ممكن انا ابغى اكتب الاشياء دي بيدي، او ابغى اعدل عليها، او ابغى اضيف، وهذا شيء وارد لان انا ما حخلي فقط على هذه الاشياء. فانا ممكن اجي هنا اشوف هو كيف يبحث عن اليوزرز، كيف يجيب يوزر معين بالاي دي. اشوف احنا نعرف الداتابيس، خلاص عرفناها هنا وموجوده جوه اليوزر كنترولر، خلاص هذه هي الداتابيس. جواتها حيكون جدول يوزرز اللي قلنا احنا الاوبجكت اسم الكلاس اللي سويناه يوزر يضاف اليه اس، فصار هذا جدول اليوزرز db.users.find. هذا اذا ابغى اجيب سجل بالاي دي، حسب الاي دي. فشايف كيف جبته وخزنته هنا؟ فممكن انت تستخدم نفس الاليه عشان تجيب يوزر معين. يعني مثلا انا الان باكتب داله، انا باكتب داله جديده على الكنترولر هذا. لاحظ كيف انا اقصد اني اتعلم منها. انا ممكن اسوي حاجه، اقول له string get، مثلا اقول له get user info، تمام، ها، واقول له مثلا long id على يساوي صفر. لاحظ ليش حط يساوي صفر؟ عشان لا تخرب الصفحه وتكون افتراضيه. عموما هذه ما هي صفحه، انا ما ابغى فيو، ما ابغى اسوي فيو ولا شيء، ابغى يرد لي string. فهنا ممكن انا اكتب له return null في البدايه عشان يشيل الخطا، تمام، اللي هو هنا بالخط الاحمر هذا. طيب الان هذه امامنا، لاحظ فوق في الصفحه دي اللي جيب لنا details او معلومات شخص معين. شوف هو جاب المعلومات خزنها في اليوزر، لانه find هذه حترجع له object من نفس السجلات، وكل سجل عندنا نوع object اللي هو user. فانا ممكن ايش اسوي؟ اجي اقول user، شوف اقلده فوق، هذا اللي اقصده بالتعليم، user يوزر، بعدين اجي هنا اقول يساوي db.users.find، بعدين اقول له id. الان هو حيروح يدور على اليوزر ذا ويجيب لي معلوماته هنا، او يجيب لي null، لانه شوف هو شيك عليه. فاذا كان اليوزر، اول شيء نشيك if user equal equal null، اذا كان اليوزر مو موجود نقول له ايش؟ return user، خلينا نحط هنا الاي دي تبعه، نقول زايد اي دي، بعدين زايد بالشكل هذا not found، غير موجود مثلا، بس رجع لنا هذا النص. هنا نقول له لا، نقول له return، تمام، خلينا نعطيه نص، نقول له مثلا return user dot، نبغى ايش؟ نبغى مثلا user id to string. بعدين هنا نجي نقول زايد ونحط نقطتين هنا على اساس فقط نبغى ايش؟ نبغى معاه الاسم فقط على اساس يحولها لنا لنص، لانه الداله ترجع نص. فالان انا ممكن اجي هنا واقول يوزر دوت يوزر نيم، واكتفي بهذا. يوزر نيم سترينج هو، عشان كذا ما استخدمنا تو سترينج. لاحظ انا كيف استفدت او كيف تعلمت من الاشياء اللي تم توريدها. عرفت اجيب معلومات يوزر معين من الجدول حسب الاي دي. الان خلينا نشغل اللي هو جيت يوزر انفو. روح للصفحه، هو موجود في اليوزر. طيب الان بدا يشغل لنا هذه. نروح لمين؟ نروح لليوزر مباشره، طبعا ما يهم لانه كيس انسنسيتيف. الان شوف هذا اليوزر لاحظ تحت هنا لما احط انا على الرابط edit، اليوزر ذا رقمه كم؟ طالع هنا في المكان هذا وقت ما احط الرابط، لاحظ 2، وهنا في الديتيلز 2، وهنا اجي هنا اقول له get user info واعطيه 2 هذا الاي دي، انتر. لاحظ راح جاب لي من قاعدة البيانات عبد الله عيد، وجاب لي رقم اليوزر، جاب لي رقم 2.
فجيت يوزر انفو تعلمناها من فين؟ تعلمناها من الشيء اللي تم توليده. باختصار الشيء اللي بوضحه لك انه انت حاول تقرا الكود اللي تم توليده وتستنتج اشياء تتعلمها بسرعه وتتعامل مع قاعده البيانات بشكل سريع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.